المنتخب الأرجنتيني يفوز بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد التتويج في نسختي العامين 1978 و1986. لحظة تاريخية انتظرتها الأرجنتين بعد 36 عاما على آخر تتويج باللقب. حقق المنتخب الأرجنتيني الفوز على نظيره الفرنسي إثر مباراة استثنائية. مباراة تاريخية حبست أنفاس مشجعي الفريقين طيلة 120 دقيقة لتحسم ركلة الترجيح اللقب لرفاق ليونيل ميسي. فرحة هستيرية تغمر مشجعي الأرجنتين بعد التتويج باللقب العالمي الذي أعاد إلى الأذهان أمجاد كرة القدم الأرجنتينية. إنجاز رفاق ميسي في مونديال قطر أدخل الأرجنتين في موجة من الاحتفالات الصاخبة والجنونية. فرح ودموع وذكريات لا تمحى من ذاكرة عشاق منتخب التانغو. عانينا في بطولات سابقة، شاهدت جميع المقابلات مع أطفالي، إنه أمر رائع فعلا. تعيش العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس كغيرها من مدن البلاد على واقع احتفالات صاخبة وغير مسبوقة. اكتظت شوارع العاصمة بمئات آلاف الأشخاص الذين قدموا إلى الساحة الرئيسية للاحتفال بتحقيق اللقب العالمي الذي طال انتظاره. كان علينا أن نعاني كأرجنتينيين، لا يوجد هناك شيء سهل، وها نحن نحتفل هذا العام. حملت الجماهير الأرجنتينية أعلام البلاد وصور نجم الفريق ليونيل ميسي الذي توج بجائزة أفضل لاعب في مونديال قطر. ليونيل ميسي لم يحالف الحظ في التتويج باللقب العالمي في أربع مناسبات سابقة ليتمكن في مونديال قطر من انتزاع اللقب العالمي.